استاذ خليل، تفضل. حكايتك مع المحقق كونان. حكايتي مع المحقق كونان في ليلة من ليالي الربيع القمر، ورحت في خطرفات، اسميتها انا خطرفات مصلف، كان جافان النوم هذه الليلة، وجلست اتابع في منشورات الاصدقاء، فشممت عطرا بين السطور في رسالة قد ارسلتها هي. فتهت في غياهب حلم لم افق منه حتى في عقرتي، رحت اصيح بملء فمي احبك يا هي احبك، صيحة طويلة ايقظت كل من حولي. المحقق كونان الذي ينام بجانبي ايقظته ايضا، جلبت النائم في الغرفة، ففي الحال فتح مذكرة تحقيق، من هي، من تكون، كيف هي، من هي، وكيف عرفتها، وهل وهل وهل. وما زال التحقيق جاريا، دعوتكم لي بالبراءة، فما زال التحقيق جاريا الى الان. قلوبنا معاك قلوبنا معاك.